الحضروف التائه. كان يا مكان، كان بايرون طفلا صغيرا يلعب أمام مدرسة مازاك. أحضر ابن عمه خضروفا، لكنه لم يكن يدور بسهولة في العشب. هنا خطرت لبايرون فكرة فقال: انظر كيف تدور جيدا هنا على حافة البئر. فجأة بعث، لقد سقط الخضروف في قاع البئر. صاح ابن عمه: ويحك، لقد قلت لك أن تنتبه، افعل ما بوسعك لتعيده إلي، أنا ذاهب. بقي بايرون وحيدا يبكي خجلا مما فعله. انحنى على حافة البئر وصاح: خضروفي، خضروفي، الماء الأخضر، الماء الأسود، كل ما يفقد يعثر عليه، ردد صدى البئر. بدون أن يفكر قفز بايرون في البئر، ولحسن حظه وقع في السطل، ثم بدأ يتجول فوق الماء الأسود والأخضر. بعد برهة رمق منزلا، كانت أمامه طفلة لا يرى سوى ظهرها. سألها بايرون: صباح الخير أيتها الطفلة الصغيرة، ألم تري خضروفي؟ صباح الخير بايرون، وربما لناكلك إن ساعدتني في ترتيب الغرفة، أجابته وهي تدور نحوه. لقد أبانت عن وجهها المخيف الذي كان وجه حشرة أم 44 العملاقة. بدأت أسنان بايرون تطقطق من الخوف، لكنه تبع الوحش صاحب الفكين الضخمين. كاد بايرون أن يزلق في مسيلات السم اللزج والكريه الرائحة قبل أن يكمل ترتيب الغرفة. بعد ذلك قال له الوحش: الماء الأسود، الماء الأخضر، كل ما يفقد يعثر عليه. وفورا ظهرت عمارة بجانبه، وأمام الباب عجوز تسقي أزهارها. سألها بايرون: صباح الخير أيتها العجوز، ألم تري خضروفي؟ صباح الخير بايرون، ساعدني في صباغة شقتي وربما لن أبلعك، أجابته العجوز وهمت واقفة. مظهرة قوائمها العملاقة فقد كانت عنكبوتا مخيفة. وقف شعر رأس بايرون من الرعب، لكنه تبع الوحش المزغب رغم ذلك. سبع مرات كاد بايرون أن يلتقط من طرف حيطان الحرير اللاصقة والغير المرئية قبل أن ينهي صباغة الشقة. بعد ذلك قال له الوحش: الماء الأخضر، الماء الأسود، كل ما يفقد يعثر عليه. وعلى الفور ظهرت رسالة في يد بايرون، ثم قرأ: إن الخضروف عند الجنية لاروميك، انتبه، غني لها أغنية لتنام. وفي هذه الأثناء سمع طحين أسنان وراء العمارة. لاروميك، ظن بايرون. كاد بايرون أن يموت هلعا 12 مرة قبل أن ينجح في غناء: نعاس بسرعة، بسرعة بسرعة، نعاس نعود إذا بسرعة. بعد ذلك لم يعد يسمع سوى شخير الرهيبة، لهذا تجنب العمارة بخطوات ذئب. وجد كتلة سوداء وخضراء تشد بيدها الخضروف، وعندما أراد أخذ لعبته تحركت الكتلة فأغمي على بايرون من شدة الخوف. عندما أفاق من حلمه وجد نفسه أمام بئر مازاك، وكان ابن عمه يدور الخضروف فوق حافة البئر. انتبه، صاح عليه بايرون. Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet
des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.